على شواطئ الكاريبي جبل، حول قاعدته كولومبيا ممزقة بين تجارة الكوكايين والحرب الأهلية، على قمته سلالة إحدى أعظم الحضارات الأمريكية السالفة. يقولون إنهم قاموا بحراسة الأرض لأجيال. ماذا يعنون؟ ما هي أسرار بقائهم الرائع؟ رحلتي هذه هي لاكتشاف ذلك. إحدى أوائل البعثات التي قمت بها كانت إلى كولومبيا. حين كنت هناك منذ 35 عاماً التقيت بأحد شعوب الهنود الحمر الرائعة، ومنذ ذلك الحين تساءلت عنهم. عاشوا على جبل يعلو حوالي 6000 متر عن سهول كولومبيا الشمالية. يطلقون على أنفسهم اسم الأخ الأكبر، ويدعون أنهم آخر ممثلي حضارة أمريكا الجنوبية القديمة التايرونا. لطالما أردت العودة إلى الجبال واكتشاف ما حل بهؤلاء الناس. منذ السنوات التي أتيت فيها إلى هنا بقيت أرضهم تحت حصار الثوار والشبه عسكريين وتجار الكوكايين. ماذا حل بالناس؟ وربما الأهم، ماذا حل بأنظمة معتقداتهم المذهلة؟ أخيرا حظيت بفرصة العودة واكتشاف ذلك. لا يحب الإخوة الكبار الزوار، لكن الآن من خلال بعض المعارف طلبوا مني المجيء. لا أعرف السبب. بصفتي مخرجا وصلنا أنا وغراهام تاونسلي مع الفريق متسائلين ماذا ينتظرنا. سانتا مارتا على الشاطئ الكاريبي لكولومبيا، إنها نقطة انطلاقي لرحلتي إلى جبال الإخوة الكبار. هناك أمور كثيرة جدا كي نحبها في سانتا مارتا، إنها مرحة صاخبة ومليئة بالحياة. هي اليوم مدينة عصرية على الميناء، لكنها شيدت في البدء من قبل الإسبان منذ حوالي 500 سنة. يخبئ وسطها القديم والجميل من أيام الاستعمار سرا مظلما. في القرن السادس عشر شهدت هذه الشوارع ولادة أول وأعنف حملة في حملات فتح جنوب أمريكا الطويلة والدموية. من الصعب التفكير أنه في عام 1501 بعد 8 أو 9 سنوات من اكتشاف كولومبوس للأمريكيتين كان الإسبان موجودين هنا على هذا الشاطئ بالذات في سانتا مارتا. ثم في عام 1599 أطلق حاكم سانتا مارتا حملة إبادة كاملة على التايرونا. كان أمرا يصعب تصديقه ومن دون سابقة حتى خلال حملات فتح الأمريكيتين. تم إطعام الأطفال إلى الكلاب، والأمهات والبنات والجدات تم وأدهن، الرجال قطعوا جروا وعلقوا على خوازيق، وبالرغم من ذلك وبطريقة ما تمكن التايرونا من النجاة. هل نجوا حقا؟ كان التايرونا حقا إحدى أعظم الحضارات الهندية في العالم الجديد قديما. أطلال المدن والطرقات التي أنشأوها منذ 1000 سنة ما زالت مبعثرة على طول السواحل الكولومبية. هل يعقل حقا أن تكون هذه الحضارة القديمة ما قبل الكولومبية ما زالت حية في القرن 21؟ إن كان كذلك، ما هو سر بقاء حضارة مذهلة كهذه على قيد الحياة؟ هذا ما أود اكتشافه في هذه الرحلة. أنتج التايرونا أحد أفضل أعمال الذهب في أمريكا الجنوبية. بثقافتهم الرفيعة، إن لم يكن بعددهم، قاربوا المايا والإنكا والأزتيك.
إن كانت سلالة هؤلاء الإخوة الكبار تمثل حقا تلك الحضارة، فمن الممكن أن يكونوا آخر نافذة لنا إلى الحضارات القديمة الكبرى للأمريكيتين. يعيشون على الجبل الضخم المهيب التي تبرز تلاله السفيحة وراء المدينة، سيارا نيفادا، سانتا مارتا. عاليا فوق شواطئ كولومبيا الشمالية يرتفع أعلى جبل ساحلي في العالم أجمع. من التلال السفحية المغسولة بمياه الكاريبي الدافئة إلى قمم السيارة المغطاة بالثلوج، هذه الجبال الرائعة هي صورة مصغرة عن أمريكا الجنوبية. كل أنظمة القارة البيئية موجودة هنا، وكل مشاكلها أيضا. لعقود كانت وديانه النائية ملجأ لعدد من الجماعات المسلحة والعنيفة، من الجناح الأيمن للشبه عسكريين إلى تجار الكوكايين وثوار الفارك الشيوعيين. في السنوات الأخيرة غرقت السيارة بالدماء بسبب الاشتباكات بين هذه المجموعات الخارجة عن القانون والجيش الكولومبي. إذن فالسفر في السيارة ليس بهذه البساطة، إنه مكان خطر. لكن هناك هدوءا مؤقتا للاشتباكات الآن، هذه فرصتي لأكتشف ماذا حصل للإخوة الكبار. ما آمل أن أقوم به هو رحلة إلى البارامو، الوديان الجليدية لمرتفعات السيارة. إنها رحلة قام بها القليل جدا من الغرباء. البارامو هو قلب عالم الإخوة الكبار. لا يحبون وجود الغرباء في أي مكان على أراضيهم، وبالأخص داخل أرضهم المقدسة. لكن دعوتي المحيرة تمنحني سببا للأمل. سوف تكون رحلة العمر. قبل الوصول إلى أي مكان قرب مرتفعات السيارة، علي العبور بين القرى الكولومبية المكسوة بالتراب والمحلقة لقاعدة الجبل. أول محطتي ستكون قرية أتانيكويس، وهي موطن جماعة من الهنود الكنكوامو. بعد مذبحة التيرونا في عام 1599 يبدو أن شعب السيارة يفتقد للذاكرة. صمتت كتب التاريخ عن ذكر السيارة لحوالي 200 سنة. حين بدأ المسافرون يكتشفون الجبال في القرن 19، تحدثوا عن قبائل غامضة تلبس الأبيض وتحكمها كهنتها. أكبر مجموعة تطلق على نفسها اسم أرواكو. وها هم ما زالوا هنا. أدخل الآن أرض أحد أعظم الشعوب الهندية في الأمريكيتين. قطعت حوالي ثلث الطريق صعودا إلى الجبل، وعند مركز بعثة قديمة يدعى نابوسيماكي تنتهي الطريق. إن سمح لي بمتابعة رحلتي إلى القمة من هنا صعودا، فإنها ستكون سيرا على الأقدام وركوبا على البغال. ينتظرني أحد المعارف من الأرواكو والذي كنت أناقش معه رحلة فيلمنا، دانيلو فيافانيا. دانيلو كيف حالك؟ نابوسيماكي هو مدخل إلى عالم الأرواكو،
المبشرون الذين بنوا شوارعها المرصوفة ومنازلها الطوبية رحلوا منذ زمن بعيد، وأجبرهم على ذلك شعب الأرواكو منذ 3 عقود تقريبا. أشعر فجأة كأنني تركت القرن 21 ورائي. الكل هنا يرتدي ثيابا بيضاء ناصعة تقليدية وحقائب الأرواكو المحيكة. يرحب الرجال بعضهم البعض بتبادلهم أوراق الكوكا، النبتة المقدسة لكل أعالي أراضي أمريكا الجنوبية. بين بعضهم البعض يتكلمون لغتهم الخاصة التي تعود إلى لغة تايرونا. الانصهار ليس بالتأكيد الطريق الذي يسلكه شعب الأرواكو. هناك حوالي 20,000 من الأرواكو، ويقضون معظم حياتهم بالتنقل بين القرى ومزارع العائلة فوق نابوسيماكي. في الأراضي الدافئة في أسفل الجبل يزرع شعب الأرواكو موز الجنة والفلفل والمنهوت، أحد جذور المحاصيل الاستوائية. في الأعلى يزرعون محاصيل المناطق الباردة كالبطاطس والبصل والحبوب. حيثما استطاعوا يزرعون النبات الذي هو أساس كل العنف وكل الجمال في عالمهم، الكوكا. حين تعالج كيميائيا تعطي محصول الكوكايين. إن مضغت على طبيعتها فهي منبه خفيف. دراسة الكوكا هو ما أتى بي إلى هنا منذ 35 عاما. حين أتيت في البدء إلى السيارة كان يعرف القليل جدا عن هذه النبتة، ومن المدهش أنه من جراء السمعة السيئة التي أحاطت بهذه النبتة لم يقم أحد قط بدراسة قيمتها الغذائية، حتى منتصف السبعينيات حين قمت وزملاء لي في المتحف النباتي في هارفارد بأول دراسة لقيمتها الغذائية، وما اكتشفناه كان مذهلا. نعم كان فيها نسبة قليلة من هيدروكلورايد الكوكايين، لكنها كانت مليئة أيضا بالفيتامينات. كان فيها أيضا أنزيمات تعزز قدرة الجسد على هضم النشويات بأعلى نسبة، مما جعلها ممتازة للنظام الغذائي لجبال أمريكا الجنوبية الذي قوامه الدرنات وبالتحديد البطاطس. إذن فالكوكا ليست مخدرا، إنها طعام. كما كنت أعرف لسنوات عديدة فإن مضغها ليست منبها أكثر من تناول فنجان قهوة. لن ترى أبدا رجلا من أرواكو من دون حقيبة من ورق الكوكا والبوبورو، وهي اليقطينة التي يملأها بالأصداف المحروقة والمطحونة. هذه البودرة هي أساسا كربونات الكالسيوم التي تسهل إطلاق الخاصيات المفيدة للنبتة. من الأمور التي تلفت الانتباه في السيارة أن النساء يحصدن الكوكا والرجال وحدهم يمضغونها. يبدو أن التمييز الواضح بين نشاطات الرجال والنساء هو من صفات عالم الأرواكو. ألاحظ أن النساء فقط يخيطون الحقائب، والرجال يخيطون القبعات ويحكون الثياب. يؤمن الأرواكو أن العالم بأجمعه يمتثل لهذا التمييز ولهذا التوازن بين الرجل والمرأة. إنه نظام الأمور الذي فرضته الآلهة سيرانكوا والأم العظيمة. إن وصايا الأم العظيمة حول الاعتناء بكل مسائل الطبيعة هو ما يدعوه الأرواكو بقانونها. يبدو لي أنها أعجوبة أن يكون هذا القانون قد استمر عبر قرون من النزاعات. وأخيرا حظيت بالفرصة لأسأل دانييلو كيف واجه شعبه سنوات العنف. قال إنها أنهكتهم.
إذن السؤال يطرح، متى سيتركوننا بسلام كي نعيش حياتنا؟ إن لم تكن الكنيسة فانتهاك أراضينا، وإن لم يكن انتهاك الأراضي فبرامج الحكومة، إن لم يكن سياسي الحكومة فالجماعات العنيفة التي لا تحترم ولا تعترف بأحد. نحن نعيش دوما محاولين تجنب الضربات من جهة أو من أخرى. يوضح دانيلو أن عاداتهم كانت ملجأهم من العنف، وما يبقيهم أقوياء هم كهنتهم الماموز. الماموز هم من يديرون مجتمعنا، فهذه الحرب وكلفة هذه الحرب أثرت فينا وأذتنا، لكننا نملك القوة لكي لا نتورط فيها. العالم الروحي، عالم الماموز وعالم السلاح لا يتفقان. إن كان الماموز وراء كل شيء في مجتمع الأرواكو، فأنا أتساءل إن كانوا أيضا وراء دعوتي للمجيء إلى هنا. لن يطول الوقت قبل أن أكتشف ذلك. أنا مدعو للقاء الكاهن الأول للأرواكو. اصطحبني دانيلو إلى مسكنه. مرحبا، كيف حالك؟ هل كل شيء جيد؟ ماما كونشا ذو طبع منطو وقليل الكلام، يريد الكلام لكنه يقول ليس هنا. تحركنا مجددا إلى جانب تل قريب. عليك أن تفهم أننا لا نحب أن يأتي الأشخاص ويصورونا، لكن إن لم يكتشف الأخ الأصغر من نحن فكيف سيتمكن من أن يحترمنا؟ كيف سيعرف أن الأمة العظيمة جعلتنا حراسا لقانونها؟ في الوقت الحالي لا يعرف الأخ الأصغر شيئا عنه، لهذا السبب هو يدمر الأرض. في الأيام المقبلة سأعاود استذكار هذه الرسالة مرة تلو المرة. يؤمن ماموز الأرواكو أنهم حراس العالم، وأن شعائرهم تحافظ فعليا على توازن وخصوبة الحياة. يدعوننا بالأخ الأصغر، ويريدون منا أن نعرف أنهم حراس العالم، وأن نحترمهم للعمل الذي يقومون به، وأن نستمع إليهم. أخبرنا أسلافنا أنه سيأتي اليوم الذي سيصحو فيه الأخ الأصغر، ولكن فقط حين يطغى عليه عنف الطبيعة، حينها سوف يصحو. ماذا سنفعل؟ حسنا، لن نحارب، نريد فقط أن يفهم الناس. هل سيفهم الأخ الأصغر أم لا؟ لا نعرف، لكننا هنا نحاول جاهدين، نتكلم بهدوء إلى كاميراتكم، آملين في أن يسمع العالم بأسره. أخبر الأرواكو بأنني سعيد، وبأنه يشرفني أن أساعد على إيصال رسالتهم للأخ الأصغر، ولكنني أود أن أفهم أكثر عن قانون سيرانكوا والأم العظيمة. أريد أن أرى بنفسي كيف استطاعوا المحافظة على هذه التقاليد من دون تغييرها طيلة هذا الوقت. يخبرني ماما كونشا أنه في غضون أيام قليلة سيتم نقل بعض الكهنة المتدربين في رحلة حج إلى بحيرات السيارة المقدسة. لهذه المرة فحسب سوف يسمح لي بأن أرافقهم لأشاهد كيف يدربون الشباب الذين سيقع عليهم عاتق هذه المسؤولية. إنها الرحلة التي كنت آمل القيام بها، الصعود إلى البارامو المثلج، قلب العالم بالنسبة للأخ الأكبر. لكن إيصال الفريق وكل طاقم التصوير إلى أعلى الجبل تحد كبير.
جراهام هو أيضا أنثروبولوجي وقد قام بالتصوير من قبل في السيارة. لتصوير الأرواكو خطط لقطار من البغال. مساعد الكاميرا الكولومبي بيتر دياس بورتا يشرف على الحمولة. إنه ليس عملا صغيرا، لكنه أنجز أخيرا واستهلينا الطريق. سوف نلتقي لاحقا بعدد أكبر من الأرواكو وبالكهنة المبتدئين في الأعلى. أول أيام الرحلة ستقلنا إلى الأعلى بين 1200 متر و3000 متر. هذه الوديان العالية للسيارة خلابة، لكنها أيضا تخفي الخطر. الوضع في السيارة وسبب كل العنف هو وجود الجنود الشبه عسكريين في الأسفل والفارك أو الثوار اليساريين في الأعلى. نحن في طريقنا إلى مكان مقدس، نأمل ألا نلتقي بالفارك. قبل 5 أيام تم اختطاف 6 سواح في جزء آخر من البلاد. أرجو أن لا نلتقي بأحد، لكنه أمر ينهك الأعصاب، لذا سوف نكون حذرين جدا. لكن وفيما نتسلق صعودا نحو المروج فوق خط الشجر، تلاشت كل الأفكار عن العالم الخارجي. يبدو أننا ندخل عالما صامتا لقمم عالية وغيوم يخص الأرواك وحدهم. أخيرا وصلنا إلى المزرعة حيث سنمضي الليلة. بينما تنحدر الحرارة في الخارج لدرجة الجليد، يتجمع الأرواك حول النار ويناقشون الرحلة التي تنتظرهم. ماما كاميلو يقود رحلة الحج. سوف يرشد مبتدئين 2 من الماموز إلى كيفية تقديم القرابين والصلوات الصحيحة والتصرف أمام أرواح الجبل. في الصباح التالي يري ماما كاميلو المبتدئين القرابين التي عليهما تقديمها. إنها ملفوفة بقشور الذرة. جميع القرابين هي أشياء من البحر ومن السهول الاستوائية على قاعدة الجبل. يعلمهما كاميلو بأن عليهما تقديمها على البحيرات العليا، ومن ثم عليهما جلب أشياء من قمة الجبال ليقدماها عند البحر. يبدو أن الأرواك بحجهم هذا وقرابينهم يحاولون جمع عالمهم في شبكة روحية واحدة وعظيمة من التبادل. سريعا ما أكتشف أن الشبكة الروحية التي تجمع جميع أواصر السيارة هي ذات علاقات راسخة وقوية جدا. ما ترونه هنا هو نظام المقايدة كله للسيارة نيفادا من القمم العليا إلى الأراضي المنخفضة. هذا مستودع مذهل للطعام والمنتجات. أكياس من الفاصولياء والذرة، تلال هائلة من القرفة وهي السكر الأولي، قرع ضخم من الواضح أنهم أتوا به من الأسفل، موز الجنة من الأسفل، اليوكا المجففة من الأسفل، هنا حبوب الفول من الأسفل والصوف من الأعالي والبطاطس، وهناك في الخلف أكوام هائلة
من الملح، وكل هذا تمت المقايضة عليه بمنتوج واحد، وفي الحقيقة إنه يستطيع زراعة البصل هنا فقط. إذن ما ترونه هنا هو نظام مقايضة الجبال الاقتصادي برمته، حيث المنتجات تتحرك صعودا ونزولا على هذا المنحدر البيئي. إذن مع مقايضاتهم وقرابينهم يحيك الأرواك معا عالم المادة وعالم الوجدان. يقولون إنهم يقومون برحلات الحج هذه إلى بحيرات السيرة العليا منذ أيام أجدادهم التيرونة. لا سبب يدعو للشك في ذلك. على علو 4000 متر ندخل البارامو، أرض الصخور ذات العلو الشاهق وأكوام العشب والشجيرات القزمة، وهي بوابة أرض الأخ الأكبر المقدسة. أخيراً لاحت قمم السيارة المتوجة بالثلوج على علو حوالي 6000 متر أعلى الجبال في كولومبيا. من المدهش كيف أنه بعد أن تسلقنا التل ووصلنا إلى هنا ورأينا قمم السيارة نيفادا، أصبح الجميع مفعماً بالحيوية. العديد منهم لم يرى هذا المنظر من قبل، ويمكن الإحساس بإثارتهم. بالنسبة إليهم المجيء إلى هنا هو بالفعل المجيء إلى قلب عالمهم. وفيما نحن نتجه نحو البحيرات المقدسة شعرنا بسلام الجبل يسكن فينا. تابعنا الطريق بصمت. يبدو عالم الأخ الأصغر وكأنه على بعد ملايين الكيلومترات. بينما تتلاشى الشمس في الأفق وصلنا إلى قرية أرواكو صغيرة تبدو منحوتة من جوانب تلال البارامو القاحلة. ستكون آخر محطاتنا قبل البحيرات. لكننا اكتشفنا أن عالم الأخ الأصغر ليس بالبعد الذي تخيلناه. نحن على بعد يوم واحد من البحيرات المقدسة، لكننا تلقينا للتو نبأ سيئا أنه منذ يومين جاء عضوان من الفارك إلى هذه المنطقة يبحثان عنا. بطريقة ما عرف الثوار برحلتنا وهم بانتظارنا. من الواضح أن نيتهم هي خطف غرباء آخرين. قمنا بمناقشة الاحتمالات. ليس هناك العديد منها. من الواضح أن علينا ترك الجبل بأسرع ما يمكن، لكن كيف؟ يتأمل الماما الأرواح ويستشيرونها. يصلون بسرعة إلى جواب. سوف نأخذ طريقا غير اعتيادية، نخرج بأسرع ما يمكن عند هبوط الليل ونتابع مع الفجر. لكن من المؤسف أن نضطر لترك الحج وأن نضيع التقديمات والقرابين التي هي ذروة هذه الرحلة. إذن ما سنفعله هو أن نرسل روبرتو المصور الذي يعمل معنا في هذا الإنتاج إلى البحيرات المقدسة، حيث نأمل أن يتمكن من تصوير القرابين التي هي مهمة جدا والتي كنا نتوق لتوثيقها. أسرجنا البغال استعدادا لرحلة قاسية صعودا ونزولا عبر ممرات الجبل في الظلام الحالك. يقودنا الأرواكو صعودا عبر المناطق المثلجة لجرف عالية ووديان عميقة
على أمل أن نكون خارج نطاق الخطر في الصباح. بعد الفجر وصلنا إلى أسفل قطاع الجبل، حيث يقوم الجيش أحيانا بدوريات، وحيث من المستبعد أن يتبعنا الثوار. لكن كان هناك خطر آخر على طول الطريق. إنها 9:15 وقد كنا نركض طوال الليل. عند شروق الشمس حوالي الساعة 5:30 وصلنا إلى جانب الجبل، حيث هذا المنظر الخلاب لكل السيارة نيفادا تغلفها الغيوم. وحين بدأنا بالاسترخاء رأينا فجأة جنديا من الفارك قادما عن يسارنا. لم يكن قد رآنا، فركضنا للاختباء وراء التل على أمل أن تكون أشعة الشمس قد أعمت نظره ولم يتمكن من رؤيتنا في الأفق. كان أمرا منهكا للأعصاب، وقد تسبب بأن نتحرك بسرعة أكبر للخروج من الجبل. وأخيرا وصلنا إلى هذه الأرض العالية المطلة على وادي نامبوسيماكي، وكنا بأمان تقريبا. حين وصلنا إلى نامبوسيماكي اكتشفنا أن الجيش قد سيطر عليها. لقد تعثرنا بعملية عسكرية ضخمة ضد الفارك. تحولت أرض الأرواكو إلى ساحة معركة. شعرنا بإحباط كبير كوننا تركنا رحلة الحج. سوف ننضم للحجاج مرة أخرى حين ينزلون من القمة ليقدموا قرابينهم إلى البحر. لكن في الوقت نفسه يصعب وجود الجنود علينا العمل، ولا نطيق الانتظار من دون القيام بشيء. مرورنا بمحاذاة الفارك منحنا فكرة صغيرة عما يعانيه الأرواكو طيلة الوقت. قررت التوجه إلى العاصمة بوغوتا بحثا عن من يستطيع مساعدتي في فهم تاريخ السيارة العنيف. عالم الاجتماع ألفريدو مولانو قام بدراسة ذلك طوال سنوات. بدأ كل شيء في خمسينيات القرن الماضي حين وصل آلاف القرويين إلى السيارة هربا من العنف في الداخل. بدأوا بطرد الهنود الذين اضطروا للانتقال إلى أعلى الجبال. بينما كان القرويون يطردون الهنود، كان ملكو الأرض يطردون القرويين. كان هناك نوع من نزاع قوي عنيف في السيارة كما في باقي البلاد. وكالعادة وسط هذا المزيج من القوى يولد العنف. في السبعينيات تكثف العنف بوجود عنصر جديد، تجارة المخدرات. ومع أن تلك التجارة يسيطر عليها التجار الكولومبيون، إلا أن ألفريدو يعتقد أن الغرباء متورطون بالأمر منذ البدء. أول المخدرات التي وصلت إلى سيارة كانت الماريجوانا. في الستينيات حين وصلت فرقة السلام الأمريكية، قام من لم يذهب للحرب في فيتنام بزراعة الماريجوانا. بعدها وصل التجار الذين أخذوها إلى الولايات المتحدة. كانوا غالبا طيارين ممن شاركوا في فيتنام، والذين كانوا يعرفون الماريجوانا ويعرفون كيفية تسويقها. تشاركوا مع المهربين الكولومبيين الذين كانوا في سيارة منذ القرن 18، وبعدها جاء الكوكايين. لا يتفق الجميع مع ما يقوله ألفريدو عن أصول تجارة المخدرات، لكن ما من شك في أن ما يبقيها اليوم هو الطلب عليها من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.
هذا الطلب يعود بالفائدة الكبيرة، ليس فقط لتجار المخدرات بل لشبه العسكريين وللثوار اليساريين. إذن فالعنف الذي يغمر كولومبيا والأخ الأكبر اليوم ليس مشكلة كولومبية فحسب، بل هي مشكلة عالمية. بينما أنا أكتشف القصة المأساوية للنزاع المدني في كولومبيا في أعلى باراموس سيارا، المصور روبرتو يقوم بتصوير الحجاج بينما يتسلقون عاليا. ماما كاميلو والمبتدئان الاثنان يقتربون من وجهتهم، البحيرات المقدسة حيث سيقومون بتقديم قرابينهم. في هذا العلو تعصف الرياح غالبا وبقوة، يطلق عليها الأرواكو اسم نفس الأم العظيمة. في هواء البارامو الخفيف يقولون إنهم يشعرون بوجودها في كل مكان. أخيرا وصلوا. أتينا إلى هنا لتقديم القرابين التي تحفظ الحياة والحيوانات والنباتات والأشجار وكل شيء. هذه البحيرة وسط الجبل بأكمله، كل شيء يتعلق بهذا المكان. هنا تعيش الأرواح الحارسة التي تتحقق من أن قانون الأم العظيمة يطاع. أحضر المبتدئان القطن والأصداف وثمار النباتات الاستوائية من الساحل. يصليان حاملين حزمتين من القطن في أيديهما. إنها شعار الأم العظيمة الذي كما يقولون علمت البشر النسيج. كانت تعاليمها المحافظة على كل ما حاكته، هذا قانونها. حركة الأيدي الدائرية تذكر بالوقت الذي حاكت فيه الأم العظيمة العالم فوجد. الحياة لا تنتهي مع الوقت ولا تنتهي أرواح الأشياء. أتينا إلى هنا لنعطي الحياة بقرابيننا. يجب أن يأتي كل الإخوة الكبار في الجبل إلى هنا ليتحدثوا إلى الأم العظيمة بغض النظر عن مكان سكنهم. هنا نعطي أفضل ما فينا، أنقى أفكارنا ونزرعها. حين قدمت القرابين قام الحجاج بجمع أوراق الأسبوليتيا، وهي نبتة البارامو المميزة. ستكون هذه القرابين التي سيقدمونها إلى البحر. يصعب تخيل شعب يندمج أكثر مع بيئته. تمثل القبعات البيضاء التي يعتمرونها دوما القمم الجليدية لجبالهم. يحملون البحر معهم في الأصداف داخل حقائبهم.
يحاول الأرواك على الدوام جمع متناقضات عالمهم. أخيرا دقت ساعة الرحيل. بينما يحيون بعضهم البعض بأوراق الكوكا، يودعون أرواح الجبل بنفس الإشارة. ثم ينطلقون عائدين نحو نابوسيماكي وعالم الأخ الأصغر. أتساءل إن كان هناك مكان لطريقة العيش المتفانية هذه في العالم العصري. هنا في بوغوتا أنا في طريقي لزيارة أحد أبرز السياسيين في كولومبيا، وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي رافائيل باردو. أريد معرفة ما تفكر فيه الحكومة الكولومبية عن الأخ الأكبر. يعرف عنهم أنهم مجتمع مسالم وحكيم، هذا أمر نحترمه جدا في كولومبيا. أوليس صحيحا على سبيل المثال أن الرئيس باسترانا حين تم انتخابه قام برحلة إلى الجبال لتقديم احتراماته للماموز؟ بلى، آخر 5 رؤساء في كولومبيا قاموا جميعا برحلة خاصة إلى سيرا نيفادا. خلال عودتي إلى سانتا مارتا كنت لا أزال مندهشا من صورة الرؤساء الكولومبيين المتعاقبين الذين قاموا بالحج إلى السيرا لمقابلة الماموز والتماس بركاتهم. من الواضح أنه في السنوات الأخيرة بدأ الإخوة الكبار يظهرون كرمز لآمال الأمة بالسلام، لكن كما أوضحه لي السياسي روهيليو مهية فإن ذلك لم يوقف أعمال القتل. في عام 2002 حين كان العنف بين الثوار وشبه العسكريين والجيش في أوجه، فقدنا 24 من الأرواكو والماموز والقادة، قام الفارك بقتلهم. ومن شبه العسكريين 48 من الأرواكو، 360 من الكانكواموس، و60 كوغس. في السنوات الأخيرة أصبح قتل الهنود أسوأ، لكننا ما زلنا هنا. ليس من العجب أن يقلق الأرواكو من تدمير عالمهم، لكن المدهش حقا وشعورهم بالمسؤولية حيال إنقاذه. تركنا سيرانكوا هنا، نحن القبائل 4 للأخ الأكبر، لإنقاذ العالم. قال لنا: أنتم من عليه تسديد دين الأخ الأصغر. لا يملك الأخ الأصغر الفهم الكافي لتسديد دينه مع الطبيعة. أنتم الذين تعرفون كيف تمضغون الكوكا، عليكم القيام بذلك من أجله. بدأت رحلتي بسؤال: هل من الممكن أن تكون ثقافة التيرونة القديمة قد نجت ووصلت إلى القرن 21؟ أدرك الآن أنه كان السؤال الخاطئ. ليس هناك حضارة لا تتغير طيلة 500 سنة، لكن هل ما زال الإخوة الكبار يسيرون على الدرب التي رسمها لهم التيرونة؟ بالطبع يفعلون. أعتقد أن أحد أسباب بقاء هذه التقاليد هي أنهم يعلمون أنها ملاذهم الوحيد من القوى المهددة حولهم. ربما حولوا ثقافة أجدادهم إلى شيء أروع. التيرون الذين نعرفهم كانوا شعبا محبا للحرب، أرسلوا جيوشا لمحاربة الإسبان. أخذ الأخ الأكبر تلك الثقافة الراقية والشرسة وحولها إلى ثقافة متفانية ومسالمة. بعد السفر لأيام
وصل الحجاج أخيرا إلى شاطئ البحر مع حزم نبتاتهم المقدسة من البارامو. إنهم يكملون الدورة الكبرى من القرابين والتبادل، والتي يشعرون بأنها تغذي ليس عالمهم فحسب بل العالم أجمع. تفانيهم في مهمتهم يذهلني حقا. على الصخرة المقدسة حيث قدم الإخوة الكبار طوال قرون قرابينهم إلى أم البحر، تم بناء ملهى ليلي ومبنى كبير، لكن ذلك لا يردعهم. ومع تقدم القرن 21، هل سيتمكن الإخوة الكبار من متابعة المقاومة؟ إن تمكنا نحن الإخوة الصغار من التعلم كيف نحترمهم ونحترم شعورهم نحو الأرض، فمن يعلم؟ أبقى شعب السيارة قوانين السيرانكوا والأمة العظيمة حية لأجيال. ربما سيتمكن هؤلاء الكهنة الشباب من الحفاظ عليها لأجيال قادمة.